في إطار البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظمت الأكاديمية برنامجا تدريبيا للدفعة الأولى ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، حيث تعتمد منهجية التدريب على ورش العمل والمحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات بالإضافة إلى التدريب الميداني. بدأنا أول حاجة بالذكاء الاجتماعي والعاطفي، إزاي إن هم يبقى عندهم وعي بالذات، وبعد كده إدارة الذات. هننتقل بعد كده لإزاي إن هم عندهم وعي بالآخرين وإدارة العلاقات الاجتماعية. ده أحد البرامج اللي بتقوم بيها أو بتقدمها الأكاديمية ضمن مدرسة تأهيل المرأة للقيادة. الحقيقة بيحظى هذا البرنامج بزخم واهتمام على أعلى مستوى من الفريق التنفيذي للأكاديمية. البرنامج يهدف من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها لمنحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية. ده كان حلم من أحلامي اللي كان نفسي أحققها، أني ألتحق بالأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء الأكاديمية الوطنية، وأنا متابعة كل البرامج التدريبية اللي بتنزل. إحنا حاسين بالاهتمام ده وشايفينه بالتدريب ومستواه في أول يوم، ومش في أول يوم بس، كمان على مدار المراحل اللي قبل كده، الاختبارات لغاية لما قدرنا نوصل. اتعلمت كتير منه، أنا فهمت نوع شخصيتي، دي أول حاجة قدرت أعرف إيه نقاط القوة عندي ونقاط الضعف. متحمسين جدا لإيه هيحصل بعد كده. الحلو والجميل في الأكاديمية الوطنية إن بتشتغل على تنمية مهارات المرأة. خبرات هايلة، ناس مختلفة يعني، ومتطلعة أكتر بقى يعني للفترة اللي جاية. إحنا هنقعد مع بعض يمكن 10 شهور تقريبا. أنا عندي تو واي يعني للدايركشن، يعني دايركشن للاستفادة ديت. أول حاجة التواصل مع أغلبية المتدربات قطاع حكومي، ده بالنسبة لي أدد فاليو، أنا بشوف الوجه الآخر من القطاع الحكومي، دي أول حاجة. الحاجة الثانية الكونتنت اللي أنا هتعلمه. التدريب استهدف نحو 71 متدربة، ومدة البرنامج 10 أشهر، منهم 9 أشهر بالأكاديمية وشهر تدريب ميداني في القطاع الخاص والحكومي.